كاتبة المغرب هي أداة فعالة تلعب دورا مهما في التنمية الثقافية وفي الرفع من مستوى المرأة المغربية. فالمرأة المغربية اليوم لم تعد تلك المرأة المغربية بالصورة النمطية التي كانت معروفة عنها. المرأة المغربية اليوم هي شريك في الفعل التنموي. نحن نشجع المرأة المغربية وننفتح على مجموع الكفاءات والطاقات الإبداعية النسوية على الفعل الثقافي. المرأة المبدعة لم تعد يعني تكتب من أجل الكتابة فقط، بل هي تساهم بكتابتها في التعريف أو تعرية الواقع الاجتماعي الذي تعيش فيه المرأة المغربية في المجتمع، والمساهمة في الكشف عن مشاكل المرأة في المجتمع. لأن الثقافة مهمة جدا ويمكن اعتبارها بعدا أساسيا من أبعاد التنمية. ورابطة كاتبات المغرب بذلك وبهذا تؤسس لإضافات كبيرة سواء في الحقل الثقافي أو كذلك الإطار الثقافي والمشروع الثقافي.